شو قالك أنصفتنا من حيث الجانب القانوني، عملوا ريزيرفاسيون وباش ينطلقوا فواياج وديرني موان هكا الفول المعني واللي تفهموا فيه اي تي ان لي باتنيشير. دونك قلنا احنا منتي بقضيه منتي ابتدائيه، وبعد سين في الشركه التنيشير الحكم منتي اي تي كونفيرمي يتأيد في الاستئناف. محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأولاني في خصوص التعويضات ووجود الضرر الساعة والتعويض عنه. الناس متي تخيل تقول لك هي سيبني الكارية متي وأنا متي كذا كذا متي منه لله ولا الجزء من ربي ولا واحد ممكن تعرف متي، وحتى السوسيتي ناسيونال وغيره ولا يقول لك ايه نتوى هذه قضية من ايه متيش مش نصور منها من حيث المبدأ ده يعني ربحت. لكن فما شكون توا كيما نقول لكم تي سي رياض وبوه ونسيبو يزون توني بون، قال متي احنا بالنسبه لينا كنت راسك كنت وعرضوا عليا متي الموضوع وقلت لهم راهو متي ندرسوا ونشوفوا بعد متي قلت متي اون بو اريفي بيان سور. فما حق وقت يكون واضح وظاهر وثابت تمشي فيه المحكمه، قالت عندنا ضرر على متي حاكم ولا متي تونسير ولا شركه وطنيه ولا غيره. كان النزاعات كيما هذه قليل اللي متي يكمل يواصل. اولا متي بون جهل بالقانون ما يعرفش اللي وقت شي متي تونسير متي وبعد ما تعمل معها الكونفيرماسيون تعطيها متي كل شيء وبعد تجي تقول لك انا متي بطلت تقول انت متي سيف فكاريه، وفي حين اللي يخول لك القانون وقت تجي متي ريبتور سي ابوزيف متي ودري مومو قبل بنهار ولا بثنين ولا ثلاثه ولا اللي هو انا عملت كل شيء متي وبعد تجي متي. فما ناس اللي تجهل حقوقها توشي خاف من القانون وخاف من اللي باش ماشي يصرف، يقول لك انا متي مش نصرف كذا كذا جانفيستي يا خويا متي بالك شي متي توصيل متي حتى شيء وفاش قام تي برا لو حاليه التعويضات هي حكاية فارغة. أما من حيث المبدأ وقت ومتي يقول لك أنا متي نحب نوصل تبين أنا متي شجعني بنفسي قلها ومتي الناس متي اللي تحب تدافع على حقيقها.